بعيدا عن الطقس الحار تعيش اليابان صيفا حارا بمقياس السياسة، فبعدما ودعت البلاد زعيمها المخضرم تشينزو آبي دخلت اليابان في مرحلة انتقالية على مستوى مجلس الوزراء، وبعد أخذ ورد وجد رئيسه فوميو كيشيدا الوصفة الرسمية فشكل الحكومة. هيئة الإذاعة اليابانية في كشفها عن التفاصيل الخاصة بهذا التشكيل ذكرت أنه تم الإبقاء على كل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية تشونيتشي سوزوكي وثلاثة وزراء آخرين في مناصبهم، مشيرة إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أيضا خمسة وزراء سابقين مثل كاتسونوبو كاتو الذي سيصبح وزيرا للصحة للمرة الثالثة، وياسوكازو هامادا الذي سيعود وزيرا للدفاع مرة أخرى. صفحة جديدة تعيشها اليابان إذن، مجلس وزراء جديد يدخل باب المسؤولية في البلاد طي زمن ليس بالعادي عند اليابانيين. والرسالة التي بعثها كيشيدا إلى ساكنة البلاد خير دليل على ذلك، حيث قال إن تخطي الوقت الحالي يعد تحديا كبيرا، ووصف اللحظة بكونها الأصعب في تاريخ البلاد منذ عقود وتحتاج إلى تطبيق سياسات محددة وحاسمة وفقا للقدرات والإمكانيات المتاحة.